بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم عبد الرحمن معاكم وفيديو جديد إن شاء الله. النهاردة بنكمل السلسلة اللي احنا اتفقنا عليها، سلسلة الكلير ريزيرفز، وكنا بدأناها المرة اللي فاتت أو سيشن 1، اتكلمنا فيها عن الأنتنة وإيه الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها في الأنتنة. اتكلمنا على الكريتيكال والميجر والماينر، وقلنا ان دي مش ستاندرد في كل اوبريتور، كل اوبريتور بيبقى ليه الحاجات الخاصة بيه. والنهاردة هنكمل زي ما احنا في سيستم الدي بي اس او الديستريبيوتد بيز ستيشن، تمام، السيستم اللي هو ما فيهوش بي تي اس، اللي هو فيه ار ار يوز، وهنكمل مع بعض سيشن 2 وهنتكلم على باقي الريزيرفز. الريزيرف اللي قدامنا دلوقتي اسمه RRUs Installation and Fixation. ال RRU اللي هو زي ده، تمام، ده طبعا نوع هواوي، اللي هو اللي بيبقى موجود في سيستم الدي بي اس عشان يتثبت. هو بيتثبت جنب الانتنة عشان يقلل اللوسز، وعشان نستخدم يا دوب جامبرز مش جامبر وفيدر، تمام. التثبيت بتاعه زي ما انتم شايفين اهو، بالدبل نوت بتدخل هنا مسمار وبيدخل مسمار تاني قصادها وبيتقفل عليه بالحديده دي، وبعد كده بيبقى فيه صامولتين زي المنظر اللي انت شايفه ده، بتقفل حديده من هنا ورا البول، اوكي، وبعد كده ناخد مسمار من هنا ومسمار من هنا. التثبيت بتاع الار ار يوز ده لازم تخلي بالك ان هو بيتثبت على بول، ما يتثبتش على رجل من رجول البرج بشكل مباشر. دي البولة اهي، تمام، او البراكت، تمام، او السبورت، خلاص لازم يتثبت على البراكت ده او على السبورت ده، ما بيتثبتش على رجل البرج بشكل مباشر زي ما انتم شايفين كده في كل الصور. هتلاقيه متثبت على بولة، مش هتلاقيه متثبت على او بشكل مباشر على رجل البرج. حاجة تانية ان هو لازم يتثبت فيرتيكاليتي، يعني ما يكونش فيه ميل، تمام، يتثبت بشكل رأسي كامل، خلاص ما يكونش فيه أي ميل في التثبيت بتاعه. ده اللي هي الخاصة بالـ RRUs Installation and Fixation. في حاجة نخلي بالنا منها، إن أحيانا بتلاقي الـ Distributed Base Station الـ RRUs بيتثبتوا تحت في جنب الكابينه في الاوت دور، او بيتثبت جوه الشلتر، وده حاجه سيستم احنا بنلاقيه. بس السيستم ده ما عمليش الميزه بتاعت ان الار ار يوز تبقى فوق جنب الانتنه، لان السيستم ده هيخليني استخدم جامبر وبعد كده استخدم فيدر بطول التاور عشان اطلع لحد الانتنه، تمام، فبالتالي انا ما قللتش اللوسز ولا عملت اي حاجه. فالسيستم ده باختصار شديد لو احنا اضطرينا ان احنا نعمله، لازم بيبقى بابروفال من الكاستمر او من الاوبريتور، خلاص، وما بينفعش ان هو يتعمل. هو ايوه موجود وبيتعمل وهيتعمل، انا مش بقول لك ان هو مش موجود، ولكن هو اصلا لو انا عملته تحت في عند الكابينه من تحت، لو سايت او دور او جوه الشلتر او عند رجل البرج من تحت، تمام، فانا كده ما قللتش اللوسز، ما استخدمتش الحته اللي احنا على اساسها حصل تطور واستخدمت سيستم الدي بي اس. فالموضوع ده بيتجنبوه الى ابعد حد ويخلوا الار ار يو فوق جنب الانتنه، بس لو اضطر ان هو يعمله ما فيش مشكله بالابروفال من الاوبريتور. الحاجه اللي بعد كده الار ار يوز جراوندنج، ده كابل اللي هو الاصفر والاخضر ده اسمه الايرث، كابل ايرث، تمام. اي ار ار يو هتلاقي في مكان، يعني مكان جوه او تحت او في جنب، زي ده مثلا اهو، خلاص، هو ده بس هيتش رينج او هيتش رينج، تمام، اللي هو الاسود ده، هو الكابل مش لونه اسود ولا حاجه، ولكن هو محطوط عليه حاجه اسمها هيتش رينج، تمام، وبيبقى في مكان في اي ار ار يو باي فيندور بيتحط عليه كابل الارث. طب بيتوصل ازاي كابل الارث ده؟ بناخد كابل الارث ده، يعني زي ما انتم شايفين دي اسمها بارت ارث، بيبقى عليها اكتر من مكان زي ما انتم شايفين اهو، ان يتوصل عليها كابلات ارث، تمام. طب ايه الكابلات دي كلها؟ ما انا عندي كذا ار ار يو فوق على التاور، انا مش عندي ار ار يو واحد، وكمان عندي الانتنه، واي حاجه معدن اساسا على التاور لازم احطها على الارث بار.
فاللي بيحصل انا دلوقتي بتكلم على الار ار يوز جراوندنج، فانا هاخد من كل ار ار يو كابل وهوصله على بارة الارث دي. طب وبعد كده بارة الارث اللي فوق التاور دي اعمل بيها ايه؟ بينزل بكابل بطول التاور تمام لحد حاجه اسمها بارة التجميع الرئيسيه، بتبقى عند ال يعني بتبقى على الارض تحت تمام، وبعد كده بياخد منها كابل بيوصله على الحرب او المين رود. خلاص دي الفكره بتاعت التوصيل الارضي عموما، ان هو بيعمل بار التجميع بياخد منها كابل بعد كده بيوصله ببره تانية تمام، وبعد كده من البره دي بياخد على المين رود. طب هل ينفع ان هو ياخد كابل بشكل مباشر على المين رود؟ اه ما فيش اي مشكله خالص، هي في الاول وفي الاخر قياسات للجراوندنج وتقريض تمام عشان حماية الأجهزة وحماية المستخدمين والكلام ده كله. فهي الفكرة بتاعت الإرس زي ما أنا بقولها لك كده، وأي ار ار يو بيبقى في مكان بأي فيندور بيبقى في مكان إن يتركب عليه كابل الإرس. كابل الإرس بيبقى نحاس أو ألمونيوم مش فارقة، كان في الأول كله نحاس بس طبعا في سرقات بتحصل لأن النحاس بيتباع، فبالتالي يعني استبدلوه بالالومنيوم. طب الكونكتيفيتي بتاع الالومنيوم والنحاس، طبعا النحاس احسن بكتير بس ابقى موجود الومنيوم وما يتسرقش احسن ما يبقى موجود نحاس ويتسرق. هي دي الفكره، او ليه ظهر الالومنيوم في الايرث كيبل بعد ما كان كله نحاس تمام كده. طيب ندخل على الريزيرف اللي بعديه، الار ار يوز بورت سيلينج. فاكرين البورت سيلينج اللي احنا اتكلمنا عليه في الانتنة، اللي هو بعد ادي الانتنة وبعد ما بتوصل فيها كابل الجامبر تمام بنعمل حاجة اسمها الويزر بروف سيلينج اللي احنا قلنا عليه اسمه الكاروت ايزوليشن او عزل الجزرة تمام. هو بالظبط هيتعمل تاني في البورت او في الجامبر اللي هيبقى فين، اللي هيبقى رايح للار ار يو. يعني الجامبر ده رايح كده ما بين الانتنه وما بين الار ار يو، وده ما بين الانتنه وما بين الار ار يو، هو تمام. طيب ايه العزل ده؟ فكركم بيه تاني، ان احنا بنحط طبقه من البلاك تيب او الالكتريسيتي تيب او الشكرتون او عزل الكهرباء، كل دي نفس المسميات تمام، وبعد كده بحط عزل تاني فوق البلاك تيب ده اسمه السكوتش، ده بيبقى او اسمه الويزر بروف ايزوليشن تمام. السكوتش ده بيبقى زي البلاك تيب بس حاجه كده يعني لزجه اكتر والسكنس بتاعها اعلى تمام، وبعد كده بحط طبقه تاني من البلاك تيب ده او العزل الكهرباء او الشكرتون، وبعدين بحط اتنين تايراب اسود، واحده من فوق واحده من تحت عشان يمسكوا العزل، والعزل ده اسمه الويزر بروف تمام، عشان يحمي الكابلات من حاجه اسمها الفي اس دبليو ار اللي هنعرفها ان شاء الله، وعندنا طبعا فيديوهات عليها، الفولتج ستاندنج ويف ريشيو، القيمه اللي بتاثر على الويف بتاعه ما بين الانتنه وما بين الار ار يو، الكلام ده كله تمام، وبتاثر طبعا على المكالمات وعلى التغطيه. وكنا اتكلمنا على العزل ده قبل كده في لما جينا اتكلمنا في الانتنه. طيب ايه الريزيرف اللي بعد كده؟ ال RRU's power cable protection and arrangement. طيب احنا دلوقتي التاور اهو والانتن اهي وال RRU جنبها، انا عاوز اطلع من ال DCDU او من DC box او من الريكتفاير اي حاجة بتديني DC power تمام، لازم اطلع بطول التاور كابل باور يديني 48 فولت او سالب 48 فولت عشان يغذي الار ار يو ده تمام. فالكابلات دي لازم تتثبت كويس، دي كابلات باور، كابلات شايله باور مش هتهزر، بتتثبت بحاجه اسمها ايه؟ بحاجه اسمها الكلامبس، هي دي شكل الكلامبس، بيدخل جواها كده الكابل وتتثبت بيها. وزي ما انتم شايفين السيستميشن اللي ماشي بيه الكابلات خلاص متسيستمه كده كويس في الكلامبات، ومش كده وبس، ده بيقول لك كمان الافضل ان كل واحد ونص متر يبقى فيه كلامبس، كل واحد ونص متر كلامبس تمام. ليه؟ لانها بطول التاور وبتتعرض
لرياح شديدة وبتتعرض لمواقف شديدة، فهو يفضل ان كل واحد ونص علشان مور يعني بروتكشن في الكابلات دي. تمام، الكابلات دي اللي هي بتاعت ايه زي ما احنا قلنا ان هي اللي بتطلع تغذي الار ار يو بالباور. جايه منين؟ جايه من الدي سي دي يو الدايركت كارنت ديستريبيوشن يونت، جايه من دي سي بوكس، جايه من الريكتفاير، جايه منين؟ ما هي جايه، المهم جايبه 48 فولت او سالب 48 فولت وطالعه لحد الار ار يو، فلازم تبقى متامنه كويس عشان ما تعمليش مشكله ويبقى الرينجمنت كويس. كابلات او فايبر كيبلز بروتكشن اند ارينجمنت، انا طبعا برضو نفس الكلام، ادي التاور وادي الانتنه وادي الار ار يو. تمام، عشان اوصله بالبيز باند بتاعته الكنترول يونت بتاع الراديو لازم بيبقى فيه كابل فايبر بطول التاور بيدخل بعد كده على البيز باند يونت ايا كان نوع الفندر وايا كان المشكله. الكابل الفايبر ده طبعا الفايبر على قد ما دايما زي ما انا بقول ما اداني اكيورسي عاليه واداني يعني حسن لي الويفز بتاعت الاتصالات وحسن لي الاتصالات بشكل عام وعمل لي طفره في مجال الاتصالات، ولكن كابل الفايبر ده كابل حساس جدا، يعني باختصار بيتلكك عشان يبوظ. يعني اعلى الارمات ده هتلاقيها دايما موجوده والسايت انجينيرز عارفين كلامي كويس، هتلاقيها بسبب كابل الفايبر، فلازم يبقى متامن كويس. فادي من ناحيه البي بي يو او البيس باند يونت او الكنترول يونت الخاصه بالراديو، بيقول لك تحطه في ماكروني اللي هي ماكروني فليكسيبل. تمام، اللي هي الفليكسيبل اللي هو احنا بنسميه فليكسيبل مكرونه، ده الاسم الدارج بتاعه يعني من الناحيه دي عشان تحمي الكابل بتاع الفايبر ده. تمام، وبعد كده لما بينزل على التري او بينزل في الكيبل تريز، لو هو طوله كبير بيتعمل الكرب دي زي ما انتم شايفها كده، زي ما انتم شايفينها كده بتتعمل الكرب دي بحيث ان انا اقلل الطول بتاعه، وبعد كده بمشيه في فليكسيبل حراري الابيض ده. طب الفليكسيبل الحراري ده بيفضل ماشي لحد فين؟ بيقول لك يفضل ماشي لحد عطور لحد اول استراحه او لحد ما يعني الكيبل تري دي بتبقى ماشيه على الارض، بعد كده طالعه شويه كده لحد بدايه التاور، لحد كام متر كده صغيرين من بدايه التاور، كل ده يبقى ماشي في فليكسيبل، وبعد كده يمشي بالطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها ان هو يبقى متثبت في الكلامبات دي لحد ما يطلع عند الار ار يو فوق. طب اول ما يطلع عند الار ار يو فوق يتحط في فليكسيبل تاني، يبقى نقول كمان كابل الفايبر جوه عند البي بي يو هيتحط في ماكروني فليكسيبل اللي هي الفليكسيبل المكرونه، يطلع على الكيبل تري لو هو فيه طول زيادة يتعمل بالكرب بالطريقة دي باللفات بالطريقة دي، وبعد كده يتحط في فليكسيبل حراري الفليكسيبل الأبيض ده لحد فين؟ لحد ما يخلص الكيبل تري ده، بيبقى على بعد مثلا 2-3 متر عند التاور خلاص، وبعد كده يمشي بطول التاور من غير فليكسيبل ومن غير حاجة، وبعد كده عند الار ار يو تمام يتحط في فليكسيبل مرة تاني زي الصورة اللي انت شايفها دي. طب هنا ليه في كابلين في فليكسيبل؟ ادي كابل في فليكسيبل وادي كابل في فليكسيبل، عشان ده واحد فايبر وواحد باور، الباور اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، فهو بيدخل جوه الار ار يو كابل فايبر وكابل باور، كابل باور عشان يديله الفولت وكابل فايبر عشان يوصله بالبي بي يو بتاعته عشان عملية الكنترول وعشان يوصل الويف بتاع الأنتنة والكلام ده كله. طيب الريزيرف اللي بعد كده الفايبر كيبل ارينجمنت اند الروتينج بتاعه. تمام، زي ما احنا قلنا لو في فايبر كيبل زيادة بيتسيستم بالطريقة دي. تمام، وبيتقفل طبعا عليه جوه ده الكيبل تري، بيتقفل بعد كده عليه بحاجة اسمها كفر كيبل تري خلاص عشان تحمي الكابلات دي خالص وتقفل على الكابلات دي خالص، وبيبقى طبعا في منافذ تهويه. ولما بيكون ماشي على التاور زي ما احنا قلنا ما بيمشيش في فليكسيبل ولا حاجه، شايف انت الترتيبه دي، وبيبقى متثبت بكلامبات
جنب الـ زي بتاعت الدي سي، كابل الدي سي اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، لحد ما يطلع عند الار ار يو فوق ويتحط في فليكسيبل مره تانية. هقول لك معلومه كده بتحصل دلوقتي، طبعا كابل الفايبر ده محبب جدا للفران، فلما بيبقى على جوه الكيبل تري ده، والكيبل تري ده على الارض، فاحيانا كتير الفار بيتمكن او الفران بتتمكن ان هي تدخل جوه الكيبل تري، وممكن تبدا تاكل في الكابل ده، فبالتالي طبعا بتوقع لي الشبكه وبتعمل لي مشاكل. فابتدت الكراب دي بدل ما يعملوها تحت عند التري تمام، بيعملوها فوق عند التاور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يطلع من ادي البي بي يو اهي، يفضل ماشي عادي خالص بالكابل بتاع الفايبر، ويجي عند التاور فوق قبل ما يدخل على الار ار يو، يروح عامل الكرب اللي انت شايفها دي، او عامل الدوائر اللي انت شايفها دي عشان الطول بتاع الفايبر، بعد كده يروح مدخله في الار ار يو. طب هو ليه عمل كده؟ بدل ما يعمل الكربة تحت تمام، عملها ليه فوق؟ عشان يتفادى الفران تمام. وده كان سولوشن يعني، اتعمل كده او حاجه اقترحت يعني، لكن هو في المفروض ان هو يتعمل تحت عشان يدخل جوه الكيبل تري ويتقفل عليه بالكفر، ولكن كان سولوشن او اقتراح ان هو يتعمل من فوق، بحيث ان هم يبعدوا الكابل الفايبر عن الفران، ويقللوا القصه بتاع ان الفار بياكل كابل الفايبر. الفايبر كيبلز ليبل تمام، سواء الدي سي او الفايبر كيبل، بيتحط ليبل بالطريقه دي زي ما انت شايفه، طبعا باي شكل، مش لازم الشكل ده، بس زي ما انت يعني اي حاجه على التاور بتبقى محطوط بليبل، زي ما احنا هنعرف ان شاء الله في السلسله دي. بيقول لك ان ده دي سي، بص يعني انت بص لو قريته كده، دي سي سالب 48 فولت، ار ار يو 2 اللي هو بتاع سيكتور 2، و3 جي يعني محدد لك كل حاجه، سي بي ار اي 1 اللي هو كابل الفايبر، ار ار يو 2، 3 جي، محدد لك كل حاجه. فدي لازم الليبلز دي من الحاجات الضرورية اللي بتتحط عشان الناس ما تتوهش فوق، زي ما تقول زيادة أمان يعني. أيوة الريجر بيعرف يحدد، أو فن الأبراج بيعرف يحدد هو واقف قدام سيكتور كام، بس بالليبلز دي الموضوع بيبقى أكثر أمانا، وبيعرف هو واقف فين، وبيعرف يتعامل أكتر يعني. الباور كيبلز بروتكشن من ناحية تحت، أو من ناحية الدي سي دي يو، دي اسمها دي سي دي يو. فكرتها ايه؟ فكرتها ان هي واخده في المكان ده كابلين من الريكتفاير تمام، عشان يدي لها سالب 48 فولت، وبعدين تاخد مخارج منها بالمنظر ده كله عشان توصل للار ار يوز. عارفين فكره المشتركه اللي في بيوتنا، اللي هو الفيشه اللي انت بتاخدها بتحطها، ادي الفيشه اهي بتحطها هنا، وبعد كده عندك كذا مخرج هنا. احنا عندنا في مصر اسمه مشترك، بصراحه ما اعرفش في الدول الخارجيه اسمه ايه، بس هو الدي سي دي يو ده نفس فكره المشترك، ان انت بتاخد طرف كهرباء وبتطلع اكتر من طرف عشان تغذي الار ار يوز تمام، او تغذي البي بي يو، تغذي الحاجات اللي محتاجه 48 فولت جوه الكابينه. لو كانت اوت دور بيتقفل على الكابل بالطريقه دي تمام، بالكلامب ده، والكلامب ده كمان بيروح متوصل مع الايرث كزياده امان للكابلات دي خلاص. لو احنا ما عندناش دي سي دي يو، هيبقى في دي سي بوكس لو انا جوه شيلتر، ما فيش مشكله خالص، برضو من الدي سي بوكس بناخد الكابلات. الدي سي بوكس ده فكرته نفس الدي سي دي يو، بس بيتعمل مانيوال، يعني احنا اللي بنعمله، احنا اللي بنجيب مفتاح رئيسي وبتوصيله كده معينه، بنوصله مع مفاتيح تانية جنبيه تمام، بحيث ان المفتاح الرئيسي ده يبقى متحكم في مجموعة المفاتيح دي. وفي فيديو على القناة عن الدي سي بوكس، تقدر تشوفه بيتوصل ازاي وتركب ازاي. لكن دي الدي سي دي يو دي بتبقى حاجة جاهزة، يعني هي اساسا بوردة جاهزة، بتاخد بس الطرفين بتوع الريكتفاير دول وخلاص، على كده هي فيها المخارج بتاعتها اللي بتقدر تاخد منها توصل على الار ار يوز والبي بي يو والكلام ده كله. احنا لحد هنا نكون خلصنا السيستم اللي هو الدي بي اس، او الديستريبيوتد بيز ستيشن، بالريزيرفز اللي بتاعته تمام. وان شاء الله اللي جاي هنشوف بقى البي تي اس باذن الله، او الار بي اس، وهنشوف الريزيرفز اللي عليها.
وبعد كده هندخل على ريزيرفس الريكتفاير والبطاريات وريزيرفس المايكروويف. تابعونا في السلسله الجميله دي، هتستفاد منها جدا لو انت شغال في البي ام والاكسبتنس او عاوز تشتغل فيهم. ان شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.